السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ملاعب بلدنا. طلعنا هوا ولا ايه؟ طيب ماشي. طبعا كل سنة طيبين بمناسبة العام الجديد. طبعا بحب ارحب بضيفي الكريم الكابتن محمود حنفي المدير الفني لفريق 2000 بنادي الزرقاء الرياض. اهلا وسهلا كابتن، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله. طبعا في هذه الفقرة طبعا اخبار رياضية كثيرة، منها نتائج القسمين، القسم الثاني والقسم الثالث. وطبعا قبل ما نطرق لنتائج المجموعات الثلاث، طبعا كابتن محمود عايزين نتكلم عن قطاع الناشئين بنادي الزرقاء الرياضي والطفره الحديثه والطفره الجيده لهذا القطاع. والله يا كابتن احمد، قطاع الزرقاء السنه دي من احسن المواسم اللي اتعملت السنه دي. طبعا بقيادتك حبيبي. طبعا عندنا الكابتن اسامه حسن، راجل مدير الفني بتاع مدير فني القطاع ومؤسس نادي الانتاج الحربي. طبعا خبره طبعا كبيره، اسم خبره كبيره جدا طبعا، واسم لامع في الكوره. والكابتن احمد دويدار برضه راجل مدير برضه القطاع عندنا، راجل محترم جدا. وطبعا عندنا بعض المدربين، كابتن علين، كابتن بيبو. لا مش شخصيات محترمه، كابتن بيبو طبعا عامل انجاز كويس وعامل نتائج كويسه، برضه عامل نتائج كويسه جدا في 2003. كابتن حاتم الكومي جدا عامل نتائج كويسه جدا يا كابتن، وعنده فرقه كويسه. وبرضه الكابتن احمد عامل فرقه كويسه في 2004. تمام يا كابتن. الكابتن احمد حمد، الكابتن احمد حمد عامل برضه مجموعه كويسه جدا. والله احنا عاملين تقريرين منفصلين، تقرير مصور للقطاع هنشوفه بعد طبعا فتره كده. واحنا برضه فرقه 2000 يا كابتن، فرقه جامده يعني. طبعا ال 2000 مشتركه بدوري طبعا الدقهليه، يعني المنصوره وميجا سبورت الطلخه، الفرق بتاعت الدقهليه صح؟ احنا داخلين مجموعه الدقهليه هيبدا ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله. باذن الله مجموعه جامده، المنصوره وطلخه ده فرق كويسه. واحنا جاهزين يا كابتن، احنا عملنا فتره اعداد كويسه جدا وعملنا ماتشات وديه كويسه جدا. وعندنا برضو يعني الكابتن طارق مصعد حوالي 5 لعيبه في الفريق الاول من 2000 من عندي. كابتن طارق صراحه عامل طفره جيده، وان شاء الله نجيبه على التليفون سريعا. طبعا كابتن طارق نتائج جيده، المفروض يكون معانا دلوقتي. من الشخصيات الجميله كابتن طارق الصاوي، جدا وان شاء الله برضه يكون موجود معانا في فترات او فقرات قادمه، حلقات قادمه ان شاء الله باذن الله. كابتن، ابرز اللاعبين المتواجدين بالفريق 21 سنه. والله انا عندي بعض اللعيبه المميزه، عندي خيرت كمال لعيب كويس جدا. تمام. وعندي نادر عبد الحميد برضه لعيب كويس. وعندي عبد الرحمن معتز واحمد حسن الصياد لعيبه كويسين، وهشام عنتر ومحمد عبد الباري وكريم. لا يعني عندي مجموعه كويسه جدا جدا يا كابتن، ومصعد برضه بعض اللعيبه. تمام. من يعني عندي اسماعيل ابراهيم ده من 2001 مصعده لفرقه 2000. وعندي برضو اسلام اسماعيل سردباك. اسماعيل فرح. سردباك ممتازه كان 2003 كان 2003 مصعده عندي، كان بيلعب في الاسيوطي او بيراميدز العام الماضي. مصعده عندي انا، يعني لعيب كويس جدا جدا وعامل طفره عندي برضو في الفرقه يعني. تمام يا كابتن. طيب الاتصال جاهز. طيب معي الكابتن طارق الصاوي المدير الفني للفريق الاول بنادي الزرقاء الرياضي. اهلا وسهلا كابتن طارق. حبيبي استاذ احمد، اخبارك ايه؟ صحتك عامل ايه؟ والله بخير الحمد لله. تمام الحمد لله. كابتن طارق، يعني في الفتره الماضيه نتائج جيده جدا، ولكن الكيرف نزل مره واحده، ممكن نعرف الاسباب ولا لا؟ عادي، احنا اكيد احنا ماتشاتنا كلها بره ملعبنا. ما دي برضو يعني بره ملعبنا. حته السفر وحته ان الماتشات يعني كل 4 ايام او 5 ايام، فانت بتيجي تسمع السفر يومين وترجع تاني، لكن عادي. لكن ماتش ممكن نجوم السابع اللي احنا كنا قريبين، احنا كان سهل ان احنا ما نخسرش حتى نتيجه الماتش، ما تقلش على سيره يعني. تمام. لكن الماتش اللي فات بتاع كوكولا ده خطا في الدقيقه 28 او الدقيقه 27، لكن الماتش كان ماشي عادي، واحنا كان لنا فرص اكتر في الشوط الاولاني. لكن هي بتبقى الامور كده يعني، الفرق كلها حتى المجموعه كلها متشابكه، احنا نستنى مباراه. لكن برضه احنا عندنا ماتش جاي سكه بره، ف
عندنا بس مشكلة في موضوع الملعب. طبعا لسه الملعب يا كابتن طبعا ما فيش ممنوع اللعب عليه لدواعي أمنية، ما زال لسه ما فيش. تمام، يبقى ضغط المباريات طبعا اللعب خارج ملعبي. الاربع مباريات يا كابتن خارج الملعب؟ لا احنا لعبنا خارج ملعبنا 6 مباريات. 6 مباريات خارج الملعب برضه يا كابتن محمود؟ كتير. الماتش الجاي سابع. فطبعا الموضوع بيختلف. يعني نعم الدور الثاني هنلعب ماتشات اكتر طبعا في ملعبنا. تمام، دي هتبقى ميزه بس طبعا مش مبرر يعني، لكن اكيد موضوع السفر ده اللي انا بتكلم عليه، السفر والارهاق والتعب. تلعب 3 ماتشات في القاهره ورا بعض، تروح وترجع وتروح وترجع، طبعا دي تكلفه حتى على النادي. تمام، وتعب حتى لو انت حابب تقعد، الكلام ده محتاجه طبعا مصاريف كتيره وكده، عشان تقعد مثلا 13 10 يوم ورا بعض طبعا هتتكلف مبلغ كبير جدا. تمام، طبعا في ظل اوضاع كورونا والكلام ده اغلبيه الانديه اكيد بتعاني، لكن الحمد لله ان الفرقه بتادي يعني كويس. واحنا لا، شكل الفرقه هذا الموسم شكل جيد كابتن طارق صراحه. كابتن طارق عامل طفره في يعني في تغيرات جيده ايجابيه، الفريق بدا يعني بصحوه جيده طبعا، ولكن ضغط فعلا المباريات واللعب خارج ملعبي برضه والسفر المستمر للقاهره والسويس طبعا تعب وارهاق. كابتن طارق يعني في سلبيات او معوقات تعوق الفريق؟ لا والله، هي بس بتعرف حاجات الحاجات، انت عارف الانديه الشعبيه اللي بيتهم بيعتمدوا مثلا الناس تعتمد على حاجات بتاجرها على الحاجات دي، طبعا الحاجات دي طبعا بتفرق. دلوقتي مفيش طبعا دخول، مفيش مثلا حمام سباحه، مفيش اللي هي الموارد، صلاه قاعات افراح، مفيش طبعا موارد طبعا، كل فتره فاتت بتصرف. واحنا النادي كمان كان الملعب، النادي عامله ملعب على اعلى مستوى، فانت طبعا في حاجات مطلوبه منك لسه، حاجات مطلوبه لسه، يمكن النهارده حاجات ب 600,000 جنيه، يعني مبالغ دي فلوس كتيره جدا. فانت هتجيب من هنا ولا عايز عشان تلعب، ولا هتدي اللعيبه رواتب، ولا هتدي الجهاز، ولا اكافئات؟ طبعا الموضوع طبعا مختلف. تمام، وموضوع الاقامات واكل طبعا الموضوع محتاج طبعا مسانده. وكمان انا لسه بقول لك موضوع السفرات برضك يعني كتير شويه، كتير جدا، اكيد هتفرق معانا الدور الثاني. بس احنا برضو يهمنا برضو ان احنا نجمع اكتر نقاط، نرجع تاني. احنا لسه لنا ماتش متاجل مع طنطا، كل شيء وارد. ماتش السكه اللي جاي ده ماتش صعب ان شاء الله باذن الله، ربنا يكرمك. اكيد هيعيدنا، اكيد هيفرق معانا جامد جدا الماتش، اكيد هيفرق الماتش الجاي السكه. اكيد طبعا كل حاجه بتختلف يعني، بس ان شاء الله لعيبتنا عندها طموح وعندنا اراده ان احنا نغير الشكل بتاع السنه اللي فاتت. احنا في مركز تاسع، في فرق كتير قريبه لبعضها يعني، بس اكيد افضل من بس لسه احنا في البدايات يا كابتن طبعا، الفوارق لسه لسه طبعا لسه. تمام كابتن، ان شاء الله الفتره دي ندعم اللعيبه، نجيب لعيبه ان شاء الله الفتره، ان شاء الله يفرقوا معانا ان شاء الله مع اللعيبه الموجوده. طب كابتن طارق، الناشئين يا كابتن طبعا وضع اهتمام الكابتن طارق الصاوي، عينك يعني وصلت لحد مثلا معين في القطاع الناشئين؟ في حد في اللعيبه يعني؟ بالنسبه للناشئين والله كابتن. في انا ان شاء الله كده الاسبوع الجاي يعني من الامور، بس انتظم كده بالدوري كل اسبوع، هيبقى في كاس لكن ممكن نعمل مباراه كده مع 99 ممكن مره مع باذن الله. انت تشوف اللعيبه طبعا قدامك ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن طارق الصاوي المدير الفني للفريق الاول بنادي الازهر الرياضي. كابتن محمود، طبعا زي ما اشار الكابتن طارق طبعا ضغط المباريات، بلعب خارج ملعبي 6 مباريات متتاليات لعب خارج ملعبي طبعا، دي برضو تعب أصر. كتير أصر. تمام، ولكن هي ميزه هيلعب في الدور الثاني على ملعبه بعد طبعا ما الدواعي الامنيه او الموافقه الامنيه تيجي. تمام، هي هتبقى ميزه، ولكن تجميع النقاط في الاول بتبقى حاجه طبعا كويسه غير الدور الثاني. كابتن، بالنسبه لقطاع الناشئين زي ما اشار الكابتن طارق برضه، يعني في مباراه 99 تمام في اول فتره التوقف عشان مباراه كاس مصر، بقول لك برضه هيستعين على بعض مع بعض الناشئين، دي برضه ميزه. انت برضه يعني ترشح مين، او انت شايف مين في فريقي ال 22 و 21 سنه؟ والله كابتن، في بعض العناصر عند الكابتن اشرف في 99 مؤهله جدا جدا انها تشتغل في الفارس في الفريق الاول مع كابتن طارق، وانا برضه عندي بعض اللعيبه حوالي 3-4 كنت كلمت الكابتن طارق عليهم وكنت مرشحهم له على اساس ايه ينضموا كده يعني. لكن هو كان هيعمل ماتش قريب وبرضه هيعمل معانا ماتش في 2099 على اساس اتفرج على بعض اللعيبه الكويسه وهو يتكلم عليهم على اساس يضمهم يعني. عندنا لعيبه ممتازه يا كابتن، عندنا مجموعه كويسه جدا في 99 وفي 2000.
طيب اهم طبعا النتائج الممتاز بيه عشان نعرضوها برضه، الشرقيه للدخان يفوز على سوهاج بهدف نظيف، بني سويف يفوز على قنا بهدف نظيف ايضا، الالمنيوم يفوز على تليفون بني سويف بهدفين نظيفين، اسمنت اسيوط والاعلاميين فوز الاعلاميين خارج ملعب بهدفين مقابل هدف، اسمنت اسيوط والاعلاميين فوز الاعلاميين، المنيا يفوز على ديروت 1-0، وشبان قنا وكيما اسوان تعادل ايجابي لكل بهدف لكل منهما، فوز الفيوم على طهضه بهدف نظيف. طبعا الفيوم شكل جديد هذا الموسم، طبعا كذا فوز متتالي مع احمد بكري عامل شغل كويس مع الفريق، طبعا تعادل سلبي ما بين سمسطه وبترول اسيوط. الترتيب طبعا الشرقيه للدخان يتصدر مجموعه الصعيد وهي المجموعه الاولى ب 16 نقطه، يليه المنيا ب 14 نقطه في المركز الثاني، والالمنيوم في المركز الثالث برصيد 13 نقطه، والفيوم بالمركز الرابع برصيد 13 نقطه ايضا. بالنسبه للمجموعه الثانيه مجموعه القناه والقاهره، طبعا بالنسبه لمجموعه القاهره طبعا مجموعه صعبه، شبين جمهوريه شبين يفوز على السكه الحديد بهدف نظيف، والداخليه والترسانه فوز الداخليه على الترسانه بهدف نظيف ايضا، فوز بتروجيت على زد بهدفين نظيفين، ومنتخب السويس والمريخ تعادل سلبي بينهما، والنصر وبورتو السويس فوز بورتو السويس على النصر بهدف نظيف، فوز سيرس الليان على النجوم بهدف نظيف ايضا، وتعادل سلبي ما بين طنطا والقناه، وفوز كوكاكولا على الزرق بهدف نظيف. طبعا المجموعه او الترتيب للمجموعه الثانيه مجموعه القاهره والقناه، بورتو السويس في المركز الاول برصيد 13 نقطه، الداخليه في المركز الثاني برصيد 12 نقطه، وزد في المركز الثالث برصيد 12 نقطة أيضا، وبتروجيت في المركز الرابع برصيد 11 نقطة. طبعا في تفاوت قليل جدا بالنسبة للنقاط بين فرق المجموعة، يعني مباراة تطلعك أول تطلعك تاني، يعني لسه بدري طبعا، ولكن برضو تجميع النقاط في الدور الأول مطلوب جدا للفرق. طبعا المجموعة الثالثة مجموعة بحري، أبو قير يتعادل مع مليق كفر الزياد بدون أهداف، وبلدية المحلة والأولمبيا تعادلان بهدف لكل منهما، وفوز حرس الحدود على سبورتنج بهدفين نظيفين، وفوز كفر الشيخ على فاركو بهدفين مقابل هدف، طبعا صحوة من كفر الشيخ. فاركو اللي كان سبحان الله كان يعني كابتن محمود كان مرشح لبطاقات الصعود الموسم الماضي للممتاز ألف، يعني ترتيبه برضو مش طبيعي. تعادل للحمام والمنصورة بهدف لكل منهما، فوز ديكنس على الرجاء، الرجاء طبعا يقبع في المركز الأخير، في حاجة بالنسبة للرجاء طبعا ده مهدد كده للقسم الثالث يا كابتن. يعني مع ان احنا لسه في الأول، ولكن يعني من حضار يا كابتن، ست مباريات او سبع مباريات برضه وهو اللي في مزالة الدوري او الجدول. الحمام يتعادل مع المنصورة بهدف لكل منهما، فوز بيلا على الجزيرة المطروحي بثلاث اهداف مقابل لا شيء، تعادل بني عبيد ودمنهور بهدف لكل منهما. الترتيب ابو قير للاسمده يتصدر المجموعه الثالثه بحري برصيد 14 نقطه، والاولمبي في المركز الثاني برصيد 12 نقطه، وحرس الحدود في المركز 11 في المركز الثالث برصيد 11 نقطه، ومليق كفر الزيات في المركز الرابع برصيد 10 نقاط، وبلدية المحلة في المركز الخامس برصيد 10 نقاط أيضا، ويقبع هذه الترتيب الأخير الحمام والرجاء في المركز الأخيرين أو المركزين الأخيرين. كابتن محمود، يعني بالنسبة ما زلنا في قطاع الناشئين بناء الزرع الرياضي، أفرز بعض اللاعبين الجيدين، بالنسبة عايزين نعرف أسماء اللعيبة كده كوتش. والله كابتن أنا عندي في 2000 عندي كريم محمد لعيب كويس جدا، تمام، وعندي محمد عبد الباري، وعندي هشام عنتر يا كابتن، وعندي خيرت كمال لعيب كويس، ديفندر هايل، وعندي نادر برضه فيرويت كويس، وعندي عبد الرحمن معتز، وعندي احمد الصياد، يعني عندي مجموعه كويسه جدا يا كابتن، تمام. ومصعد برضه بعض اللعيبه من 2003 من عند الكابتن حاتم، تمام، اتنين تلاته كده ممتازين،
لعيبه هايله يعني. وعندي برضو اسماعيل ابراهيم ده، انا قلت لحضرتك ان انا صعدته بقى. اسماعيل ده كان من 2001 مصعده عندي. واسلام قلت لحضرتك برضو، اسلام اسماعيل فرج. الولد ده كويس. مساك راجل كويس جدا جدا جدا. تمام. وعندنا كابتن برضو ما ننساش ان احنا عندنا برضو في 2002 مواهب و2001 مواهب. كابتن كريم برضو في 2002 عامل شغل مباراة طيبة وعرضوا له صور كويسة. طبعا وكابتن علي برضو عامل في 2001 عامل شغل كويس جدا. كابتن حاتم بالظبط، وكابتن محمود برضو مع كابتن كريم. تمام. وطبعا بالنسبة برضو ما ننساش كابتن احمد دودار. وانا بقول كابتن احمد دودار راجل مفيش زيه يعني بصراحه، مفيش زيه صح. مدرب كوتش كبير يا كابتن بصراحه. الكابتن حسام عشان كابتن حسام حرصنا احنا نقدر نقدر صاحب الطرف. لا الكابتن حسام برضه راجل محترم، الكابتن راجل مدرب كويس جدا طبعا. كابتن محمود يعني عايزين يعني زي ما قلنا ابرز اللاعبين، عايزين نتكلم بقى عن الشغل التكتيكي داخل الملعب، في استفاده للاعبين كده يعني. والله كابتن انا يعني في بدايه التمرين بيبقى عندي بعض الجمل بتتعمل للاولاد وبينفذوها، وبعض الخطط بعملها وبشتغل برضو بدني، بس بدني على خفيف لان انا عامل فتره اعداد كويسه جدا جدا جدا. جميل. وعامل ماتشات وديه كويسه جدا برضو، عامل نتائج كويسه مع بعض الفرق الدوري ممتاز به. واحنا جاهزين طبعا للمجموعه بتاعتنا. المجموعه بتاعتنا مش سهله يا كابتن احمد. تمام يا كابتن. المجموعه بتاعتنا عندنا اهليه ان شاء الله باذن الله تعمل نتائج. عندنا المنصوره فرقه جامده، وان شاء الله باذن الله هناخد اول. احنا بنلعب على الاول يا كابتن احمد ان شاء الله. انت فرقه لان احنا عندنا فرقه كويسه جدا. وبعدين عندنا الكابتن طارق واخد واحد حوالي 5 لعيبه من عندي مصعدهم فريق اول. تمام. بيلعبوا معاه. طيب برضو النتائج القسم الثالث طبعا هيكون معانا ان شاء الله بعد قليل الكابتن وجدي علوه برضو لعرض النتائج ان شاء الله بالنسبه للقسم الثالث والترتيب. ولكن مع مجموعه بحري، مجموعه اسكندريه، فوز المجد على ايتاي البارود بهدفين مقابل هدف، فوز نهضه العمليه على رشيد ب3 اهداف مقابل هدفين، فوز غزل كفر الدوار على دلفي بهدف نظيف. طبعا شالوا ام بي في من الجدول يا كابتن وحطوا دلفي. تمام. لان التظلم اتقبل طبعا. التظلم اتقبل يعني. طبعا كان في شبهه مثلا ان المباراه حصل لها تفويض، ولكن اتحاد الكوره بعد التحقيقات ومراجعه تقرير مراقب المباراه والحكام أكيد او الحكم أكيد. لو ما فيش اي حاجه أكيد أكيد تمام أكيد. ولكن كان استعجال من اللجنه الخماسيه بصعود الاي بي في، ولكن دلوقتي بس تؤخذ عليهم ده يا كابتن. معلش بقى هنعملوا ايه بقى؟ المفروض يعني نتريث في اتخاذ قرار عشان بالزبط. عشان ده مستقبل وده موسم كامل، مجهود موسم يا كابتن بالظبط. وبعدين اصل القرار بيطلع يا كابتن من ناس مسؤوله وجهه مسؤوله، ما ينفعش ان احنا نتضبط فيه. وفوز العبور على الدلنجات بهدف نظيف، المعموره والاباري عدم حضور عربيه الاسعاف في مباراه يعني مباراه في القسم الثالث يعني القسم الثالث برضه حاجه كويسه طبعا، وطبعا درجه كويسه مش معقولة. وحشه ومعقوله. ولكن تلغى مباراه بسبب عربيه الاسعاف، نقول الناشئين ماشي بالظبط بالرغم ان منطقه اسكندريه يعني مش قادرين يجهزوا عربيه من قبل الماتش بيوم. لا منطقه اسكندريه بالامانه جميع مباريات الناشئين بدون عربيه اسعاف يعني ديت ايه، لان هم عارفين يا كابتن ان طبعا الموارد قليله جدا في الانديه الشعبيه، هيجيبوا منين عربيه اسعاف؟ تمام. ولكن بيكتفوا مثلا بطبيب او اقرار لا قدر الله وحصل حاجه، لكن عربيه اسعاف في مباراه الناشئين في منطقه اسكندريه مفيش نهايه. لكن هي مطلوبه طبعا في القسم الثالث، وما نقللش من اهميه وجود عربيه الاسعاف برضه في مسابقات الناشئين طبعا. ولكن الاتحاد المصري لكره القدم هو مورد المنطقه، المفروض مع جزء يساهم فيه المنطقه او الاتحاد مع الانديه لوجود بالزبط. يبقى حل برضه وسطي بالزبط. يرضي جميع الاطراف بحيث المسابقه تنجح. لكن معلش الغاء مباراه في القسم الثالث او مباراتين برضه صعبه، صعبه جدا. بالنسبه برضه فوز العبور على الدلنجات بهدف نظيف، وفوز اطرام على بدر بهدفين نظيفين، وفوز حوش عيسى على مات البحيره ب3 اهداف وتعادل 3 اهداف مقابل هدف، وتعادل البترول مع كفر بولين
تعادل ايجابي بهدف لكل منهما. الترتيب المجدي في المركز الاول، يعني المجدي يعني صعد من الدرجه الرابعه الاول يعني بعد طبعا 6 مباريات، انجاز دي حاجه كويسه. انجاز بس يكمل بقى، لان عايز نفس القسم ده والدرجه، عايز نفس طويل فعلا، عايز نفس طويل، عايز مجهود. يتصدر المجموعه مؤقتا او حاليا يعني برصيد 14 نقطه. الحاج اسلام الصياد عامل شغل كويس الصراحه، ما شاء الله. ونهضه العمليه في المركز الثاني برصيد 13 نقطه، واسكندريه البترول في المركز الثالث برصيد 12 نقطه، والطيران في المركز الرابع برصيد 11 نقطه. كابتن محمود، قبل ما نختم معاك، حابب توجه كلمه شكر لمين في هذا المجال؟ الكروي. الكروي اكيد هو المجال. والله يا كابتن انا بشكر بعض المدربين اللي دربوني تمام وانا صغير ناشئ، يعني افتكر الكابتن ابو زيد منصور تمام، ده لي فضل كبير بعد ربنا عليا، كان وكيل وزاره الشباب والرياضه في الشرقيه يعني، وكابتن عرب البحطيطي رحمه الله عليه تمام، وكابتن حسن الشبكي دربني برضه في الشرقيه، وبرضه كابتن انا لعبت سنه في الاسماعيلي دربني سيد شارلي، الكابتن سيد شارلي تمام. طيب شكر خاص بقى بدون او غير المجال الرياضي. مش عايز تشكر حد يعني؟ لا اشكر زوجتي ولا الحكومه؟ لا زوجتي، ما انا هو بتكلم بصراحه يعني بوجه لها الشكر تمام، لانها السند بتاعي طبعا، وتعتبر هي المؤسس للبيت والاولاد، والحمد لله رب العالمين الاولاد عندي متربين تربيه كويسه جدا على ايديها ان شاء الله. شكرا كتير جدا يعني، حاجه كويسه كده ان شاء الله. حبيبي كابتن احمد. طبعا في ختام هذه الفقره بحب اشكر ضيفي الكريم الكابتن محمود حنفي المدير الفني لفريق مواليد 2000 بنادي الازهر الابيض. هنطلع لتقرير ونرجع لضيوفنا، تقرير مصور من ملعب الاتحاد السوداني لقطاع الناشئين بنادي الزرقاء الرياضي. هنطلع لهذا التقرير، وفي تقرير غيره ان شاء الله في نهايه الحلقه. هنطلع لهذا التقرير ونستقبل ضيوفنا الكرام. زميلي الاعلامي كابتن احمد فواز، يسعدنا من داخل ملعب نادي الاتحاد السوداني اللي هو متواجد فيه قطاع ناشئين نادي الزرقاء، يسعدنا يكون معانا الاستاذ ايهاب طاهر رئيس مجلس اداره نادي الاتحاد السوداني. اهلا بيك فندم. اهلا بحضرتك، ربنا يبارك لك، منورينا في جبل اصفر مركز الخانقه محافظه الاوبيه نادي الاتحاد السوداني العام بجبل اصفر، منورينا ومشرفينا. اولا يا فندم دكتور، عاوزين نعرف سبب تسميه المكان ده بنادي الاتحاد السوداني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا السبب الرئيسي في تسميه الاسم بنادي الاتحاد السوداني مؤسسي هذا المكان اخوه سودانيين، الكلام ده سنه 1952 او 53 على ما اتذكر يعني. احنا من مبدا التواصل معاهم والمحبه والاخوه اللي بيننا وبينهم ان هم كانوا قاطنين هذا المكان ساكنين فيه، فاحنا اقرينا كمجلس اداره من قديم الازل ان احنا نحافظ على هذا الاسم ويظل موجود لحد وقتنا هذا باسم النادي الاتحاد السوداني العام بالجبل الاصفر. بالنسبه لقطاع الناشئين بقى، كلمنا قطاع الناشئين لما جالك هنا الكابتن احمد فواز، حضرتك رحبت قطاع الناشئين، كلمنا عن تجربه الاستثمار داخل النادي ان انت تجيب فرقه تانية او نادي تاني يستثمر عندك في الملعب. كلام جميل. هو والله احنا الانديه كلها على مستوى الجمهوريه قائمه على الاستثمار وتنميه الموارد. احنا طبعا شرفنا بوجود نادي الزرقاء عندنا هنا تحت اشراف الكابتن احمد فواز، والراجل لما جه يتعاقد معانا احنا كنا يعني مقدمين كل الايد البيضاء ومساء الخير ان احنا بالفعل عايزين نظهر هذا المكان الاول على مستوى الجمهوريه، وهو لما جه يتكلم معانا ان هو عايز ياجر المكان ويستثمر عندنا هنا قلنا مفيش ادنى مشكله،
والدنيا بسيطة وسهلة جدا، وتم الاستثمار ده، وهم النادي موجود دلوقتي حاليا بصفة شبه يومية، يعني يوم الأحد والاثنين والثلاث والأربع من كل أسبوع متواجدين معانا هنا نادي الزرقاء في نادي الاتحاد السوداني العام بالجبل الأصفر. طبعا حضرتك من مشاهدة التدريبات وشاهدة المباريات، أنت إيه رأيك في قطاع الناشئين من الناحية الفنية والناحية التكتيكية؟ والله يمكن أنا مش متابع جيد للفرقة بصفة خاصة، لكن أنا متواجد بصفة شبه يومية، يعني احيانا بياخدني عقلي كده ان انا اخش اتفرج عليهم. بالفعل منظمين، وفي حتى ناس مدراء فنيين وادينين على مستوى عالي، وشايف بالفعل في تكنيك في الملعب وشغل كويس جدا عجبني على المستوى الشخصي. واحنا حتى لما الكابتن احمد امبارح طلب مني تحديدا ان هو يمد التعاقد معاه للسنين الجايه، احنا رحبنا لان بالفعل نادي محترم ويستاهل منا كل التقدير والاحترام. يعني يوسف مسعود عبد الحليم. اسم حضرتك؟ حسن محمد علي حسن. تقول لنا بقى ايه رايك في قطاع ناشئين نادي سيراميكا؟ الحمد لله القطاع ماشي كويس، وفرقتنا ان شاء الله ماشيه في الدوري كويس. الحمد لله استطعنا الفوز الماتش اللي فات على فريق المستقبل في منطقه دمياط 3-0، مع ان المدير الفني جه في وقت متاخر فساعدنا على الفوز ان شاء الله. بيقول لك المدير الفني جه في وقت متاخر، ليه اسباب ان المدير الفني جه في وقت متأخر؟ والله جينا كنا فتره سعيده كنا جايين، ما كانش لسه جمعنا فرقه وكده، وكنا بنتمرن مع الكابتن بيبو مع 2005، قعدنا فتره قد شهر كده نتكلم وبتاع، فجه الكابتن عثمان غير الدنيا ولا ولا انتوا لعيبه رجاله، ومهما كان احنا جينا متاخر نعمل حاجه في الدوري، والحمد لله ماشيين بدور كويس. احنا المركز الثالث في الدوري، وان شاء الله احنا طموحنا نبقى ثاني واول ان شاء الله في الدور الثاني، وفي دور ثاني ان شاء الله. يعني رساله توجهها بقى لوالدك ووالدتك النهارده. اشكر والدي ووالدتي ان هم وقفوا جنبي في اوقات كتير وساعدوني ان انا اوصل لنادي الزرقاء ولعبت في انديه كتير، واشكرهم جدا ان شاء الله. رساله توجه لولي امرك. والله هم الحمد لله تعبانين معانا، واحنا بنحاول احنا بنقول لهم ان احنا رجاله وان شاء الله هنوصل ونعمل حاجه ان شاء الله عشان نرفع راسهم على قد تعبهم، وان شاء الله احنا بنتعب عشان نبين لهم ان احنا احسن، وان شاء الله في الايام الجايه كتير يعني ونرفع راسهم قريب ان شاء الله. اهلا وسهلا. عاوزين بقى نعرف اخر تطورات مع الفرقه النهارده في الدوري، لعبت كام ماتش ما لعبتوش، ايه اخر تطورات في قطاع الناشئين؟ والله احنا ماشيين كويس الحمد لله، لعبنا 3 ماتشات تمام، كسبنا ماتشين وتعادلنا ماتش، فاحنا ماشيين بخطه كويسه باذن الله. رساله توجهها بقى لاولادك من اللاعبين مواليد 2004. والله انا اهم حاجه عندي ان هم يركزوا يركزوا في المباراه، تبقى نشوف الدنيا ماشيه ازاي. طبعا الحاجات الداخليه اللي احنا بنتكلم فيها لازم ينفذوها، من طلبات من اكل وتغذيه كويسه، بس حاجات بسيطه يعني. بشكر والدتي لان هي سبب وصولي لهنا بعد تعب كتير يعني الحمد لله، وانا واخد النادي ده كخطوه يعني لقدام. بشكر والدتي طبعا ووالدي، بس والدتي بالاخص يعني تعبت معايا جدا بعد ربنا يعني، وبشكرها جدا وبقول لها دايما تبقى واقفه في ظهري لحد ما اوصل ان شاء الله. احمد رمضان احمد ابراهيم شعبان. مواليد كام؟ مواليد 2004. تحب تقول ايه النهارده لوالدك ووالدتك من داخل الملعب النهارده؟ واقفين جنبي على طول وربي يدعموني، وابو والدي بيدعمني ووالدتي بتدعمني على طول، واقفين جنبي لحد ما اوصل وربنا يكرمني. تعليمات المدير الفني ليك في مواليد 2004؟ هو تعليماتي بيقول لي خليك واثق في نفسك وما تخافش من اي حاجه، وخليك واثق وخليك راجل في الملعب كده بس، وان شاء الله توصل. نحب نتعرف بيك. عبد الله حمدي. عبد الله انت مواليد كام؟ 2004. تحب تقول ايه النهارده لوالدك ووالدتك من داخل ارضيه الملعب واحنا خدناك من التمرين النهارده؟ بشكرهم عشان ما سابونيش واحد، واقفين جنبي وبيدعموني كل شويه، وما سابينيش واحد حتى، مش والد والدتي وست يعني، ما سابينيش واحد برضه، بحب اشكرهم بقى. طبعا نفسك في ايه كمان 10 سنين؟ طارق حامد ان شاء الله، يعني نفسي ابقى زي طارق حامد واوصل يعني الهدف والعب نادي الزمالك. 2001 احمد ابراهيم. احمد ابراهيم بيلعب هنا في نادي الزرقاء من 2001. طبعا بشكر الكابتن احمد فواز طبعا، لانه بصراحه اداره كويسه، ويعني بصراحه كل الدعم للكابتن احمد فواز، وطبعا بشكر الكابتن احمد حمد والكابتن حاتم، هم مصدر الدعم ليا طبعا في نادينا بصراحه، وبالذات الكابتن حاتم والكابتن احمد اكتر، دايما يعني في كل غلطات في كل ماتش في كل حاجه دايما هو مصدر الدعم ومصدر الثقه بالنسبه لي، وبشكرهم جدا، وباذن الله اكون عند حسن الظن السنه دي باذن الله، ونعمل نتائج كويسه في النادي. انت جايبينك طبعا من نادي المنصوره على ما اظن. كنت لعبت في انديه كتير مش منصوره. لا لا، جابوا لكم من نادي ايه اخر مره؟ نادي اخر مره كنت في نادي الشيخ زايد وفي طنطا. يعني الكابتن احمد فواز جابك من طنطا ومضيت عقد؟ كلمني. ومضيت عقد. مضيت عقد هنا مع النادي هنا، ولسه اول سنه لسه، ادي باذن الله. كلمه اخيره بقى احمد تحب تقولها النهارده؟
انا عايز بس اشكر بس اهلي في البيت، والدتي وخالي وجدي، وبالاخص والدتي وجدي ووالدتي وخالي طبعا، هم اكتر اتنين صراحه بيدعموني، وعم محمد الكهربائي طبعا ده مصدر الثقه بالنسبه لهم، وهم مصدر الدعم بجد، لان هم اكتر ناس بتدعمني الفتره دي بجد في حياتي. علي بقى كلمنا على الدوري واستعداداتك للدوري السنه دي في منطقه دمياط. والله احنا عملنا فتره اعداد جيده جدا، واللعيبه على اتم استعداد. معايا من ابرز اللعيبه، معايا بيليا وكريم اشرف، معايا نخبه، معايا زياد لعيب كويس جدا، هاف ديفندر، معايا الحمد لله فرقه محترمه، يعني فرقه كلها كويسه الحمد لله. ورجعنا لكم تاني. طبعا كنا بنشوف تقرير مصور من قطاع الناشئين بنادي الزرق الرياض، وطبعا في هذه الفقره برضو تقرير ايضا من طبعا او بقيه التقرير طبعا من قطاع الناشئين بنادي الزرق الرياضي. معي طبعا لاعبين جيدين من لاعبي نادي الزرق الرياضي. اللاعب طبعا اللاعب الجميل احمد سيسون زاغي ابو حميد. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام الحمد لله. ومعايا اللاعب واصف مجدي مواليد 2001 ارسنال. ازيك يا كابتن عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. احمد سيسون قول لي كده بدايتك كانت فين يا احمد لاعب؟ انا بدات في نادي عبد العزيز درجه ثالثه شرقيه. شرقيه يا عبد العزيز. وبعد كده لعبت في شرقيه نادي شرقيه. وبعد الشرقيه لعبت رحت الانتاج الحربي، والانتاج رحت النصر التعديل. تمام. وبعد كده رحت الزرق بقى. يعني الانديه اللي انت لعبت فيها دي. تمام. واصف انت برضو بدايتك كانت فينا واصف؟ لعبت يا كابتن سنتين في نادي بجام عندنا، ورحت بعد كده النصر التعدين، بعد كده جيت على الزرق. على الزرق. تمام. قول لي كده مركزك يا احمد يا سايس. ديفندر. ديفندر. بعد ديفندر وباك يمين. ديفندر وباك يمين. تمام. طبعا مين المدير الفني عندك؟ المدير الفني كابتن علي غازي طبعا. كابتن علي غازي وكابتن محمود حنفي. محمود حنفي مرني برضه. انت وكابتن اشرف بتمرن من الساعه 99 مع كابتن اشرف. انت مصعد فوق مع التسعه؟ مع كابتن اشرف. مع كابتن اشرف عطيه. تمام. قول لي كده يا احمد برضه انت. انا برضه كابتن مع الكابتن علي. تمام. وتصعدت برضه مع الكابتن اشرف كذا ماتش. ولعبت ماتش الترسانه معاه. تمام. والحمد لله ماشي يعني. حبيبي. طيب معايا الكابتن وجدي عليوه مراسل البرنامج. اهلا وسهلا كابتن وجدي. اهلا بيك كابتن احمد، تحياتي ليك ولضيوفك الكرام ولمشاهدي البرنامج. كابتن وجدي بقى قول لنا كده الاخبار وكواليس ونتائج القسم الثالث. كابتن احمد دايما تركيزنا في المداخله دي بيبقى على محافظه الشرقيه، المحافظه العريقه اللي كل فرقها في دور القسم الثالث والقسم الرابع، ولا يوجد فريق شرقاوي في دور ممتاز به، رغم ان معظم لاعبي هذه المحافظه يصلون ويقولون في الدوري الممتاز. المجموعه العاشره بالقسم الثالث اللي هي فيها فرق محافظه الشرقيه ومحافظه المنوفيه، نتائجها كانت اقيمت يوم السبت الماضي مباراه الاسبوع السادس، عرب الرمل وفاقوس تعادل سلبي بدون اهداف، شباب ديار الشرقيه فوز الشرقيه باربع اهداف مقابل هدف، غزل الشبين ونادي ديار بنجم تعادل ايجابي بهدف لكل فريق، بلبيس تفوق على ميت خلف بهدف نظيف، شباب تلا خسر على ملعبه في مفاجاه كبيره من ميت خاقون 4-2 لفريق ميت خاقون، ومنوف ابو حماد تعادل ايجابي بهدف لكل فريق، وابو كبير وشباب عرابي فوز ابو كبير بهدفين نظيفين. ترتيب المجموعه كابتن احمد، الشرقيه 16 نقطه من 6 مباريات، وبالبيس 14 نقطة من 6 مباريات أيضا، ونادي فاقوس 13 نقطة من 5 مباريات بأربع انتصارات وتعادل وحيد. وفريق فاقوس بيعاني ماديا، يمكن هم محملين رسالة من خلال برنامجك يا كابتن أحمد. كابتن محسن الشبراوي مدير فني كفء، بيعانوا من أزمات مادية عديدة، ورغم ذلك الفريق متفوق واحتل المركز الرابع الموسم الماضي، وهذا الموسم ما زال في المنافسه رغم الظروف الماديه الصعبه. اللي بنوجه له التحيه هو جهازه الفني ولاعبيه انهم متفوقين وبيجمعوا نقاط رغم الظروف الماديه الصعبه، وفريق شباب تلا في المركز الرابع برصيد 12 نقطه. تمام. قيم يوم الجمعه الماضي مباراه القسم الرابع بالشرقيه، بدات هنا كابتن احمد
شباب كفر صقر فاز على نادي الحسينيه بهدف نظيف احرزه اللاعب احمد حسن العميد وبيقود الفريق فنيا نجم الزمالك السابق كابتن ايمن مشالي. شباب سعود اتهزم على ملعبه من شباب فؤوس بهدفين مقابل هدف، ونادي كفر صقر فاز على شباب ناصر بثلاث اهداف مقابل هدفين، وشباب القرين تعادل مع شباب الحسينيه بهدف لكل فريق. وفي المجموعه الثانيه الرواد والصفوه فرق العاشر من رمضان تعادل سلبي بدون اهداف، فوز الانهيات على العصلوكي بهدفين مقابل لا شيء، هزيمه من الام على ملعبه من بنشبل بهدف مقابل لا شيء، وفوز عليهم على العزيزيه بهدفين مقابل هدف. دي كل اخبارنا النهارده في الشارع يا كابتن احمد، وتحياتي ليك ولكل مشاهدينك الكرام. شكرا جزيلا كابتن وجدي عليوة مراسلنا من محافظه الشرقيه. احمد سيسون كلمني كده عن يعني تطلعاتك في الفتره القادمه، محطتك ايه؟ محطتي ان انا اسعى بمنتخب مصر طبعا ناشئين طبعا. تمام. والفتره الجايه ربنا ان انا اعرف انا كويس قدام شويه ان شاء الله. والفتره الجايه انا احط نقطه ان انا اشد حيلي كده. انت الاول الزمالكاوي بقى؟ انا بحب اشجع الكوره الحلوه. كوره حلوه يعني الكوره الكويسه بشجعها. طب كويس، هي كل مصر كده. قول لي يا مجدي بقى، وصف يا مجدي اللي تطلعاتك في الفتره القادمه ان شاء الله. اكمل الموسم ده مع الزرق يا كابتن ونعمل موسم حلو، اتصعد فريق اول لو ما حصلش نصيب يعني عايز احترف بره. تمام تمام. طيب قول لي كده بالنسبه ل يعني تلاوز الزمالكاوي الاول. انا زملكاوي يا كابتن. كويس، انت زملكاوي ماشي يا كابتن. قول لي كده بالنسبه للقطاع، شغالين كويس، تدريب كويس، ملاعب كويسه، كل حاجه تمام يا كابتن؟ شغالين كويس وبناخد حقنا وزياده والمستوى بيعلى يعني الناس مهتمه بيني. تمام. قول لي كده يا احمد بالنسبه ل كمواليد 2001، اهم مباراه لعبتها بقى في حياتك، افضل مباراه. افضل مباراه لعبناها مع طلع الجيش. ابن اخو المباراه كانت جامده برضه كويسه. تمام. لعبت يعني المباراه دي كانت افضل مباراه اللي انت لعبتها. كويسه. احرزت فيها اهداف؟ لا. ولا كان اداء رجولي اداء كويس؟ رجولي كويس. تمام. وانت واصف نفس الماتش يا كابتن برضه كنا بنلعب طلع الجيش. انتوا توأم ولا ايه؟ بس احنا جايين مع بعض. تمام. انتوا ما سويتوش بعض ولا ايه؟ لا كنا مع بعض برضه في النصر. تمام. اخوات لعبنا كابتن ماتش طلع الجيش كنت عامل جول. تمام. انت كم بقى النتيجه؟ انتهت 4-2. طب كويس. طبعا بالنسبه للقطاع على ما يرام تدريبات كويسه. الدوري شغال. حاجه محترمه كابتن. تمام. طبعا الدوري طبعا من دور واحد السنه دي يعني ان شاء الله كده عايزين تصعدوا قطاعات باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله باذن الله وحاجه كويسه باذن الله كده باذن الله ان شاء الله. انتم اللعيبه كويسين جدا المهريين المميزين بالقطاع، فاحنا وبالاخص فريق ال 2001 فعايزينكم ان شاء الله كده ايه باذن الله كويسه كده ان شاء الله ان شاء الله. يا ريت تجهزوا لنا الصور الاسبوع بقى ان شاء الله عشان نتكلم عليها كده، اللي هي الصور الموجوده. قول لي يا سوسن سيسون بالنسبه للقطاع، انت يعني انت مين اللي جابك القطاع بقى فضل؟ اللي جابني كابتن اشرف حامد طبعا. وانا قبل كنت بروح على كنت اروح طنطا. تمام. بس كان اخر يوم في الكيدو كده بس ما عرفتش ان انا اروح تاني، رحت جيت على الزرع على طول واتمرنت هناك في اول تمرينه وبدونا على طول. تمام يا سيسون. طيب بالنسبه للصوت طبعا الكابتن ضياء المناوي المدير الفني والمشرف العام على قطاع الناشئين بنادي الزرع، والكابتن احمد دودار ده كانت في مباراه، الكابتن كريم احمد طبعا المدير الفني لفريق ال 2002 بنادي الزرع الرياضي محقق نتائج طيبه. طبعا الكابتن وجدي عليوة مراسل البرنامج من الشخصيات المحترمه. اللاعب طبعا اسلام اسماعيل مواليد 2003 سرد باك كويس جدا، نتنبا له مستقبل طيب ان شاء الله. طبعا بنبارك ونهلل للمره الثانيه الكابتن يوسف طاهر طبعا توليه مسؤوليه مدربا لحراس مرمى منتخب مصر مواليد 2006 من الشخصيات الجميله الكابتن يوسف طاهر. الكابتن كرم مرسي المدرب العام لفريق ال 2006 من المدربين الاكفاء، طبعا اختيار جيد وموفق للمدربين ان شاء الله باذن الله يكونوا على قدر المسؤوليه. طبعا هنطلع لتقرير او التقرير الثاني لقطاع الناشئين بنادي الزرع الرياضي ونرجع لكم ان شاء الله سريعا.
زميلي الاعلامي كابتن احمد فواز من داخل ملعب نادي الزرع. يكون سعيدنا معانا الكابتن بيبو النهارده مدير فني مواليد 2005. اهلا بك كابتن اسلام. كلمه بقى تحب توجهها النهارده للاعبي لك في نادي الزرع النهارده تحب تقولهم ايه؟ بقول طبعا لعبتنا بدأ الموسم بشكل كويس جدا، بادئين فترة إعداد على أجمل وجه، الحمد لله رب العالمين عندنا استعداد قوي جدا للبطولة، يمكن عندنا عملنا ماتشات كتير جدا الفترة اللي فاتت ودية، قدرنا نقف على تثبيت تشكيل أساسي طبعا للعيبة من خلاله طبعا دخلنا البطولة الحمد لله رب العالمين ماشيين كويس، يمكن اللعيبة اللي أدت أداء كويس جدا عملوا اللي عليهم الماتش اللي فات، قدرنا بنحط طبعا الثوابت اللي احنا محتاجينها في الفرقة. عندنا كام لعيب راجعين بعد الاصابات اللي ظهرت في الفتره اللي فاتت، والحمد لله رب العالمين ماشيين على هذا الاساس كله. عندنا مسانده كويسه جدا من رئيس القطاع طبعا الحمد لله، السنه دي ماشيين بشكل جميل، المسانده قويه جدا في متاح ملعب كويس زي كده شغالين عليه، فده مدينا الشغل كويس بنقدر حاطين ثوابت للفرقه. طبعا بالنسبه لمباراه الدوري بدات معاك ولا لسه؟ بدأنا الحمد لله رب العالمين، كان عندنا مباراة مؤجلة وبدأنا الأسبوع اللي فات كان عندنا أول مباراة الحمد لله رب العالمين، عملنا طبعا مجهود كويس، عملنا أداء هايل، والحمد لله اللي عندنا طبعا المباراة القادمة الجمعة الجاية إن شاء الله. رسالة بقى توجهك لأولادك اللاعبين النهاردة. طبعا بوجه رسالة كويسة جدا، بقول لهم أنتوا طبعا في نادي الزرقاء لازم تحافظ على المكان ده، ولازم تكون عندك الثقة في نفسك ان انت لعيب كورة، ان انت ان شاء الله بعد النادي ده هتبقى فين بعد كده السيزون الجاي، طبعا لازم يبقى عندك مستوى اعلى تقدر طبعا من خلاله تصعد للفرقة اعلى ان شاء الله من اللي انت فيها. ازاي حضرتك؟ انا يوسف حسنين، كنت بلعب في الاسماعيلي وجيت هنا لكابتن بيبو، وكابتن بيبو شافني وقال لي كابتن احمد فواز عليا، وهنا انا شايف الوضع كويس وقطاع محترم جدا وتمام. طبعا تجربتك مع الاسماعيلي وانت لاعب بالاسماعيلي مواليد 2000 وصعدت الفريق الاول، مين اللي كان مدربيك في الاسماعيلي؟ كان كابتن طارق عبد ربه، وهو كان كابتن بس جهاز فني لوحده، واتصعدت برضه مع 99 مع كابتن طارق زين وكابتن غريب فتحي وبس وجيت على هنا. تمام. طبعا انت عاوزين نعرف بقى رايك في قطاع نادي الزرقاء هنا في القاهره. لا القطاع كويس جدا ومستوى عالي برضو، وإدارة محترمة جدا، وتمرينات كويسة، وكباتن برضو كويسة ومحترمة جدا، وبيعملوا شغل عالي برضو. مين المدير الفني بتاعك؟ كابتن محمود حنفي وكابتن أشرف ماسك 99. كابتن محمود حنفي طبعا تعليماته لك داخل أرضية الملعب، وقول لي المباريات الدوري عملته فيها. هو الدوري لسه القرعة المفروض تطلع النهارده بالليل إن شاء الله، ولسه بقى هو بيحفزنا وبيمرنا وتمرينات بدني وخططه عشان نجهز نكون جاهزين ان شاء الله للدوري. اهلا بيك يا كابتن اسلام، شرفتونا ونورتونا النهارده. حبيبي دانولك يا كابتن محمود، عاوزين نعرف بقى منك قطاع الناشئين نادي الزرقاء وفرقه مواليد 2000 عامله معاك ايه داخل قطاع الناشئين؟ والله يا كابتن احنا بدانا فتره اعداد كويسه وعملنا ماتشات وديه كويسه جدا، وعندنا فرقه جامده يعني مواليد 2000 على اساس ان احنا ان شاء الله يمكن في 4 5 لعيبه، كابتن طارق الصاوي مصعدهم للفريق الاول بيشتغل بيهم فريق اول، وعاملين نتائج كويسه يعني احنا دلوقتي المركز الثاني وعاملين نتائج كويسه جدا، في 5 لعيبه من عنده وعندي هنا برضو بعض اللعيبه المميزه، ان شاء الله باذن الله ندخل دوري الاهليه. هشترك بدوري الاهليه في المنصوره وفي طلعه. سبب ايه يا كابتن ان انت تشترك دوري الاهليه؟ لان منطقه الزرقاء ما فيهاش مواليد 2000. لان الزرقاء احنا الوحيدين اللي في الزرقاء منطقه دمياط اللي داخلين في الزرقاء بس منطقه مواليد 2000، فاضطروا ان هم يرحلونا لدوري اللي هو الاهليه. في فرقه جامده المنصوره فرقه ثقيله والطلخه فرقه ثقيله، ان شاء الله يمكن الجدول النهارده ينزل واحنا مستعدين او جاهزين يعني ان شاء الله باذن الله. كلمه توجهها بقى لقطاع الناشئين النهارده لاولادك واولياء الامور. والله كابتن احمد فواز عامل طفره السنه دي جامده في نادي الزرقاء، عنده بعض اللعيبه المميزه في كل القطاعات وعاملين نتائج برضه طيبه وكويسه، والناس حتى الاهالي متداخلات كتيره جدا بيشكرونا وبيشكروا كابتن فواز على المجهود وكده، واحنا ان شاء الله باذن الله في الاوائل باذن الله تعالى مميزين يعني بالنسبه لاي فرقه داخله، الحمد لله رب العالمين الدنيا كويسه. الرحمن حسن متوع 2004. عبد الرحمن نحب نتعرف اكتر على التمرين وتعليمات المدير الفني لك النهارده. الحمد لله التمرين كويس يعني، كابتن حاتم وكابتن احمد حمد ماشيين معانا اعلى مستوى والحمد لله. رساله توجهها بقى لزملائك في الفريق.
يعني الحمد لله هم ماشيين كويس معانا وكلنا واحد، يعني اللي بيلعب واللي ما بيلعبش كلنا واحد الحمد لله. الحمد لله طبعا هم واقفين جنبي على مستوى وبيدعموني، وان شاء الله حاجه كويسه يعني. طبعا رجعنا لكم مرة تانية، ده كان تقرير من قطاع الناشئين بنادي الزرق الرياضي، وبنشكر طبعا شكر خاص للأستاذ إسلام طايل طبعا المعد والأستاذ محسن عوض المصور، طبعا تقرير جيد وتقرير مميز. أحمد سيسون، بالنسبة لطموحاتك إن شاء الله في الفترة القادمة، طموحاتك بقى إيه؟ أنت شكلك طموح كده يعني، عايز تلعب في الأهلي في الزمالك؟ بص يا كابتن، اللي انا نفسي العب فيه بص، اي حد يتمنى يلعب في الاهلي واي حد يتمنى يلعب في الزمالك تمام، بس من طموحاتي ان انا اسافر العب في الدوري السعودي بره. تمام، فاهم قصدي؟ تمام. قول لي، طب مسلك الاعلى بقى بصراحه يعني طارق حامد. طارق حامد مسلك الاعلى، ما انت زملكاوي. بلاش فرجاني ولا فرجاني كمان؟ لا طارق حامد، اي خدمه. طيب وقول لي كده مجدي او واصف، قول لي كده مسلك اعلى ايه يا واصف؟ انا بحب عبد الشافا كابتن. عبد الشاف، انت زملكاوي بقى؟ تمام. طموحاتك ان شاء الله في الفتره المقبله باذن الله؟ يعني كابتن نفسي احترف بره مصر، يعني نفسي العب دوري انجليزي، بس يعني مش دلوقتي. الجدع الجدع هو مستوى اللي هيوصله، مش حد بيوصل حد الا مستواك انت. صح ان شاء الله. طبعا نادي المكسب الرياضي مواليد 2007، فريق كويس متصدر المجموعه، مجموعه اسكندريه والمجموعه الثانيه بدوري الاسكندريه بقياده الكابتن محمد ادي والكابتن جمال عبد الحليم شلبي. طبعا وكذلك فريق ال 2005 بنادي المكسب السكندري متصدر المجموعه الاولى، مجموعه اسكندريه بثلاث بتسع نقاط من ثلاث مباريات فوز على التوالي. طبعا في الختام قبل ما اختم كده سيسون، حابب تشكر مين في المجال الرياضي؟ مجال الرياضي نفسه حابب اشكر الكابتن محمود حنفي طبعا. تمام. والكابتن برضه مدربي برضه مرني في الشريعه طبعا. كابتن هشام برضه حابب اشكره برضه، هو برضه خلاني حاجه كويسه، لعبت معاه دوري. تمام. ساعدني في الاول من صغري 15 سنة. بس يعني واشكر والدتي ووالدي. ده أهم حاجة بقى. أهم حاجة أشكر ربنا يوفقك كده ونشوف حاجة كويسة يا أحمد إن شاء الله. قول لي كده وصف بقى، يعني حابب تشكر مين في هذا المجال؟ أنا حابب أشكر الكابتن علي غازي. هو واقف جنبي كتير بصراحة الفترة اللي فاتت. تمام. والكابتن أشرف والكابتن محمد مصطفى، ده بره القطاع بس يعني هو الكابتن محمد مصطفى بالمرة في الجامعة. كان بيدرب في الجام، هو ده يعني اللي خلانا العب كوره من الاول. تمام. احب اشكر والدي واهلي كلهم يعني عشان واقفين جنبي. ماشي، واحنا بنشكرهم احنا كمان. طبعا في ختام هذه الفقره بحب اشكر طبعا اللاعبين الجيدين، اللاعب احمد سيسون مواليد 2001 بنادي الزرق الرياضي، شكرا جزيلا. وبحب اشكر اللاعب واصف مجدي لاعب نادي نادي الزرقاء مواليد 2001 بنادي الزرقاء الرياضي، شكرا واصف. طبعا ما ننسوش ان شاء الله باذن الله ميعادنا يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعه 11 مساء وبرنامج ملاعب بلدنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.